ضجة كبيرة بعد التعيينات، 4 قيادات جديدة بالإمارات تم وصفهم بالكبار مع تكهنات على الأدوار أعدها لهم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. إيه القصة؟ وإيه هو سر تسريبات خرجت عن أجندة سرية لبن زايد وهيتم تكليف قيادات الإمارات 4 الجدد بتطبيقها؟ وإيه التكليفات دي؟ وإزاي هتقود القيادات الجديدة دي الإمارات إلى العالمية؟ القرارات والمراسيم الخمسة وصفها المراقبون بالخطوات الواضحة اللي بتعزز مسيرة الاستقرار والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة أبوظبي عاصمة الدولة الاتحادية بشكل خاص. تضمنت القرارات واللي أصدرها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليا للعهد في إمارة أبوظبي، وإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسته، كما تعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي. ما علاقة التعيينات الجديدة بتنظيم الإمارات مؤتمر المناخ نهاية العام الجاري؟ مراقبون وصفوا القرارات الجديدة بأجندة بن زايد السرية لنهضة الإمارات الكبرى، فيما تكتسب القرارات الجديدة أهمية خاصة كونها صدرت في وقت تتعاظم فيه مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً ودولياً، وكمان تتزايد الثقة الدولية في سياستها الخارجية ودبلوماسيتها الإنسانية وإعلامها وثقافتها وتراثها قيمها ومبادئها تحت القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. فنهاية العام الجاري مثلا تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ COP28 اللي يستهدف مواجهة التحدي الأكثر تهديدا لمستقبل كوكب الأرض وهو تغيير المناخ. كما تأتي قرارات التعيينات الجديدة في وقت واصل فيه الإمارات جهودها البارزة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي على مدار عامي 2022 و2023، وتتزامن القرارات الجديدة لرئيس الإمارات مع قيادة الإمارات جهودا إنسانية متواصلة لتعزيز حقوق الإنسان، إما عبر عضويتها في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة من 2022 إلى 2024، وإما من خلال دبلوماسيتها الإنسانية النشطة. ووفق خبراء تراهن القيادة العليا بالإمارات على 4 الكبار وتتطلع لقفزة إماراتية عبر طموحات 4 اللي بيتمتعوا بفكر ناهض وعصري. تحديات تواجه الشيخ خالد بن زايد ولي العهد الجديد ودور مهم بالسلطة. تحديدا كان تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليا للعهد في إمارة أبوظبي من الأمور المتوقعة لتاريخ الشيخ خالد المميز في السلطة. والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان المولود 8 يناير عام 1982 هو الابن الأكبر للشيخ محمد بن زايد، ووالدته هي الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان. تخرج من أكاديمية ساند هيرست العسكرية بلندن وخدم بجهاز أمن الدولة، شغل العديد من المناصب القيادية المهمة بالدولة، وعين رئيسا لجهاز أمن الدولة بدرجة وزير بموجب 20/16/2016، ثم نائبا لمستشار الأمن الوطني بدرجة وزير وعضوا بالمجلس التنفيذي لإمارات أبوظبي 2019. وبعد نحو 9 أشهر عين الشيخ خالد رئيسا لمكتب أبوظبي التنفيذي وأصبح مسؤولا عن كل ما يخص المجلس التنفيذي. وأخيرا صدر مرسوما أميريا قبل أيام بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد، ويعد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السلطة التنفيذية المحلية للإمارة، ويقوم بمعاونة الحاكم على أداء مهامه وممارسة سلطاته من خلال جلسات تعقد دوريا لرسم السياسة العامة للإمارة ووضع خطط التنمية والإشراف على تنفيذها وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها للحاكم. كما يقوم المجلس التنفيذي بالدور الرقابي على التقدم المحرز في المشاريع التي تتم تحت الإشراف الحكومي، فضلا عن تطوير الخدمات ورفع مستوى الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي. دور طحنون القادم غير معلن ومهم
وخطير. كمان سلطت تقارير صحيفة الضوء على دور كبير متوقع لطحنون بعد تعيينه نائب لحاكم أبو ظبي، وطحنون يتولى منصب مستشار الأمن الوطني والقومي وصاحب علاقات قوية بأجهزة استخبارية غربية، ويتولى ملفات تتعلق بتركيا وإيران. لا يتوقع محللون بأن يكون لطحنون بن زايد دور علني، والسبب أن عادة أفعال أو تحركات رؤساء الأجهزة الأمنية مثل طحنون غير معلنة، وهو أحيانا يسهل اتخاذ قرار أو موقف سياسي. طحنون معروف على المستوى الشخصي بشغفه بالفنون القتالية مثل الكاراتي والتايكوندو، وسبق وزار إيران في ديسمبر الماضي، وكانت الزيارة مثيرة للجدل إعلاميا. مفاجأة هزاع وطموح بلا حدود للحفاظ على أمن واستقرار الدولة. ومجمل الكلام، وبحسب مراقبين، إن رئيس الإمارات يراهن على القيادات الجديدة جميعهم وبلا استثناء، مع نظرة خاصة للشيخ هزاع بن زايد النهيان نائب حاكم أبو ظبي الجديد، مع ثقة أيضا أنه شعلة عطاء وصاحب موهبة في الإنجازات. ولد الشيخ هزاع بن زايد النهيان في مدينة العين سنة 1965، تخرج في كلية العلوم السياسية والإدارية. بدأ مسيرته العملية بالعمل في الأجهزة الأمنية بالدولة، حيث التحق بجهاز أمن الدولة في الثمانينيات من القرن الماضي، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الجهاز بين عامي 1982 و1992، ثم رئاسة جهاز أمن الدولة حتى عام 2006. لعب دورا مهما في تعزيز دور المجلس الأعلى للأمن الوطني كمركز أساسي في صناعة القرار السيادي للدولة الاتحادية، من خلال توفير المعلومة الدقيقة والتحليل المعمق ضمن إطار المصلحة العليا للاتحاد. ومن أبرز تصريحاته خلال عمله مستشارا للأمن الوطني، تأكيده أن الدولة تضع أمن المواطنين والمقيمين فوق كل اعتبار، ولا تسمح لأي طرف أو جهة بالمساس بهذا الأمن تحت أي ذريعة أو مسمى أو شعار. صلاحيات مثيرة لمنصور نائب رئيس دولة الإمارات، لكن كان المثير أكثر وقوب البرضة واستحسان جماهيري هو تعيين نائب رئيس الوزراء الشيخ منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة. ونائب رئيس دولة الإمارات العربية هو ثاني أعلى منصب في دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي مباشرة بعد رئيس الدولة. يمارس نائب رئيس الدولة جميع اختصاصات رئيس الدولة عند غيابه، ووفقا للمادة 52 من دستور الإمارات. مدة ولاية نائب رئيس الدولة 5 سنوات ميلادية قابلة للتجديد، وفي حال شغور منصب رئيس الدولة لأي سبب من الأسباب، فإن نائب الرئيس يمارس مؤقتا صلاحيات الرئيس لحين انتخاب الرئيس الجديد. وجرى العرف في دولة الإمارات منذ تأسيسها بأن يكون حاكم دبي نائبا لرئيس الدولة، وحاكم أبو ظبي رئيسا للدولة. وكما جرى العرف في دولة الإمارات بأن يكون نائب رئيس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء.